السيد موسى المبرقع أحد أبناء الإمام الجواد عليه السلام وأخو الإمام الهادي عليه السلام. ولد في المدينة المنورة عام 214 للهجرة، واشتهر بالعلم والتقوى وأسمى درجات الكمال. كان حسن الوجه جميل الصورة، وكان يشبه بالنبي يوسف عليه السلام لحسنه وجماله، وكان الناس رجالا ونساء يطيلون النظر إليه انبهارا بجماله، ويزدحمون في الطرق والأسواق لانشدادهم إليه، لهذا سترى وجهه ببرقع فسمي بالمبرقع. بعد خروج أخيه الإمام الهادي عليه السلام إلى سر من رأى، خرج السيد موسى المبرقع من المدينة إلى الكوفة، ثم تركها ورحل إلى قم سنة 256 للهجرة، إلا أن أهل قم طلبوا منه الخروج من قريتهم، فرحل إلى كاشان واستقبله هناك أحمد بن عبد العزيز العجلي، فأكرمه وأنزله مقاما جميلا. وبعد ذلك فإن أهالي قم قد أصابهم الندم، وشعروا بالتقصير والتخاذل من فعلتهم القبيحة تلك، فجاءوا إلى كاشان نادمين معتذرين مما صدر من بعضهم، وأصروا على مجيء أبي جعفر موسى المبرقع إلى قم ثانية، فحملوه معززا مكرما إليها. وافته المنية في 22 من ربيع الثاني عام 296 للهجرة، ودفن في قم، ومزاره مشهور يقصده الناس للزيارة والتبرك.